أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد رغبته في عقد صفقة نووية مع روسيا والصين. وقال ترامب في حديثه لقناة أمريكية: أعتقد أننا عندما سنجتمع مع روسيا والصين فسنقوم بصياغة صفقة نووية جديدة، مشيرا إلى أنه تجري مناقشة هذه المسألة مع هذين البلدين، مضيفا أنه كان يطرح هذه المسألة أثناء مفاوضاته التجارية الأخيرة مع الصين. ولا تزال معاهدة ستارت 3 التي تم توقيعها عام 2010 الاتفاقية الصالحة الوحيدة بشأن الحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، وينتهي سريان مفعولها في شباط 2021، ولم تعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن نيتها لتمديدها.